السلام عليكم، نلتقي مجددا لحل التمرين رقم 14 صفحة 76 للمستوى السادس ابتدائي، المرجع الجيد في الرياضيات. لدينا نص التمرين: اقترض شخص مبلغا من المال بسعر 14%. إذا علمت أن المبلغ المقترض مع الفائدة قد بلغ 7410 درهم، ولاحظوا واكملوا جدول الأسئلة. إذا لدينا الجدول يتكون من سطرين وثلاثة أعمدة. في العمود الأول مكتوب المبلغ المقترض بالدرهم، ثم في السطر الثاني منه المبلغ المقترض مع الفائدة. إذا هنا عندما أرجع الشخص المال إلى البنك أرجع 7410 درهم. إذا لدينا هنا سنستعين بالجدول ونكتب أن لكل من انطلاقا من السعر أن كل 100 درهم يؤدي عنها الشخص زيادة على ما اقترضه 14 درهما. إذا 100 زائد 14 درهما، أن إذا اقترض شخص 100 درهم عندما يريد إرجاع المال سيرجع الفائدة وهي 14 درهما. إذا ونقوم بجمعها، نكتب 0 زائد 4 4، 0 زائد 1 1، 1 زائد 0 تساوي 1. إذا إذا اقترض شخص 100 درهم من شخص أو من بنكين بسعر 14%، سيؤدي ما اقترضه زائد الفائدة التي فرضت عليه أو التي اتفق مع البنك عليها. إذا لدينا هنا سنجد، بما أن سيكون دائما إذا كان 200 درهم سيؤدي فائدة 28 درهما زائد 200 درهم 200، وإذا فنجد أن أعداد السطر الثاني متناسبة مع أعداد السطر الأول، فسنجد معامل التناسب. وهنا معامل التناسب هي 114 مقسومة على 100، 114 مقسومة على 100 وستعطيني 1.14. إذا معامل التناسب ما بين أعداد السطر الأول وأعداد السطر الثاني هي في 1.14. وإذا ما أردت أن أرجع إلى انطلاقا من السطر الثاني إلى السطر الأول سأقسم بواحد فاصلة، أقسم على 1.14. هكذا يمكنني أن أجد الرأس المال الذي اقترض، المبلغ الذي اقترضه الشخص. إذا فسأحصل، أكتب 7410 مقسومة على 1.14. هنا سأتخلص من الفاصلة في المقسوم عليه، وذلك بأزيح هذه الفاصلة، لكن سأرى أنني ضربتها على 100 لكي أزيح الفاصلة مرتبتين. إذا سأضرب المقسوم على 100، ضربت هنا على 100، إذا أضربها هنا على 100. وقد كتبت هذا بلون مغاير لكي تظهر لك العملية التي قمنا بها. إذا أزحت الفاصلة بضرب المقسوم عليه ب 100، إذا سأضرب المقسوم ب 100، وكتبت هذين الصفرين بلون مغاير. لكن خشيت أن يظن أحد أنه أعداد في رتبة الأعشار وأجزاء المئة، هنا سأصحح، أزيح هنا الفاصلة وأضربها المقسوم ب 100.
إذن وسأقوم بإنجاز العملية. إذن لدينا ثلاثة أرقام في المقسوم عليه، إذن أخذ هنا ثلاثة أرقام وألاحظ أن ثلاثة أرقام 741 أكبر من 114، فسأكتفي بثلاثة أرقام فقط. إذن 741 مقسوم على 114، سأخذ عدد المئات هنا وأرى عدد المئات هنا. إذن أرى أن عدد المئة السبعة هنا وعدد المئة هنا واحد، إذن سيكون يمكن أن نأخذ سبعة، لكن أراعي سبعة في 14 هل ستعطيني 41؟ لا، إذن سأخذ ستة. إذن ستة في 4 تساوي 24، إذن أنقصها من 31 فأحصل على 7. 31 ناقص 24 تساوي 7. إذن 6 في 11 ستعطيني 66، أضيف إليها 2 68، أنقصها من 74 ستعطيني 6. إذن 66 زائد 3 69 69 69 أنقصها من أحصل على 5. أقول 5 يمكنني أن أقوم بإنجاز العملية للتأكد. إذا لدي 114 في 6 سأحصل على 24، ثم 6 8 ثم 6. 741 ناقص 684 هنا سيكون لدي 7، أرد السلف، ثم 14 ناقص سأحصل على 5، أرد السلف، ثم 7 ناقص 7 أحصل على 57. يمكن عندما أشك في العمل في عملية ذهنية يمكنني أن أستعمل الوسخ لإنجاز العملية والتأكد، ونريد أن النتيجة تكون صحيحة وأن يعتمد التلميذ على نفسه في إنجاز العملية دون إدخال شكوك في نفسه، يجب أن يثق التلميذ في نفسه. إذن لدينا 57، إذن أنزل بصفر المئات 570. إذن سأخذ هنا لدي عدد مئات واحد وهنا عدد مئات خمسة، ستكون فيه خمس مرات و خمسة، إذا ما ضربته على 14 تعطيني 70، إذن أضع هنا خمسة. خمسة في 114 ستكون 750، إذن أنقصها من 750 سيبقى لي صفر. إذن نزلوا بصفر العشرات، إذن صفر مقسومة على 114 تساوي صفر، صفر في 114 سيساوي صفر، أنقصه من صفر يساوي صفر. نزلوا بصفر الوحدات، صفر مقسومة على 114 سيعطيني صفر، صفر في 114 يساوي صفر، أنقصه من صفر سيعطيني صفر، وهكذا أتممت العملية. إذن سأحصل على 6500 درهم، إذن 6500 درهم. وهنا سأتأكد ما هي الفائدة السنوية التي سيؤديها هذا الشخص. إذن لدينا الفائدة السنوية ستساوي 7410 ناقص المبلغ المقترض 6500 درهم، فأحصل على هنا 0 1 ناقص 0 1، ثم 4 ناقص 5 لا يمكن السلف 1 من المنزلة المجاورة، إذن 14 ناقص 5 تساوي 9،
رد السلف 7 ناقص 7 يساوي 910. إذن الفائدة التي سيؤديها الشخص المقترض إلى المقترض هي 910 كفائدة زائد الرأس مال، إذن المبلغ المقترض. إذن سأرى بطريقة أخرى، أرى بأنه هنا لدي السعر هو 14، إذن المبلغ المقترض سيساوي المبلغ المقترض هو 6500، إذن سأرى فائدته بحسابه بالسعر. إذن كل 100 درهم سيؤدي عليها 14، إذن إذا ما ضربت 65 في 14 ماذا سيؤدي؟ إذن سأرى النتيجة كيف يمكن حسابها. إذن لدينا الفائدة تساوي أو السنوية تساوي قلنا رأس مال، إذن هنا سيكون المبلغ المقترض، المبلغ المقترض في السعر على 100 على 100. إذن هنا سنحسب تساوي 6500 في 14 على 100. إذن أختزل هنا ب100 وهنا ب100، إذن أحصل على تساوي 65 في 14، وأقوم بإنجاز العملية هنا. إذن 65 في 14، 4 في 5 تساوي 20، أكتب 0 وأحتفظ ب 2. إذن 6 في 4 24 زائد 2 26. إذن هنا أمر إلى العشرات، 5 في 1 يساوي 5، 6 في 1 يساوي 6، إذن وأجمع المجال، إذن لدي هنا 0، هنا 11، أكتب 1 وأحتفظ ب1، هنا 9، وجدنا نفس العدد. إذن سنعيد، 910 هي الفائدة التي سيؤديها المقترض إلى المقترض. إذن هنا تأكد بأن التمرين على صوابه هو صحيح. إذن نتمنى لكم التوفيق والسداد إن شاء الله، ونشكركم على تتبعكم إن شاء الله. شكرا.